Laissez le col tout de suite, mangeons bien. Mangeons bien. Mangeons bien. Balsicam. حنان مبروك, صباح النور, مرحبا. صباح النور, كل عام تيب خير. عايشك. باش نبداو العام متاعنا معاك, باش نحاولوا فما نقرا ونفهموا بالضبط المواد الغذائيه وبعض الرموز. كل يوم هذا هو ديما كيف نشدوا حاجه نستهلكوها تكون مصبره ولا غيره ولا امبالي, تشوفوا في حروف. اليوم باش نحاولوا نفهموا شنو هو حرف الاو اللي موجود على اغذيه المواد الغذائيه المستهلكه. تفضل. باه, اليوم باش نحكيو على حاجه نستهلكوها يوميا, يعني كل سوا واعيين ولا مش واعيين. ساعات نتعداو نشريو حاجه ناكلوها ولا نشربوها وكهو, عمرنا ما نقراو الاتيكيت ملتدي. باش نحكيو على حاجه اسمها اديتيف اليمونتير, موجوده في الاتيكيت دومبالاج. باه, هي موجوده براتيكمون في المواد الغذائيه المصنعه الكل, نلقاوها في الجازوز, في الياغورت, في الطماطم, في المعجون, في كل شيء, براتيكمون في كل شيء. باه, تتعدى إنا بيرسو عند التونسي. التونسي عمره ما يلوج, معناها شنيه لا ثقافه بالضبط. اكزاكتومون, شنيه لا كومبوزيسيون مع دو لارتيكل اللي يشريه. باش شنو هما لي اديتيف اليمونتير؟ هي ماده نزيدوها للمنتوج باش نحسنوا بيه لا كونزرفاسيون, لو غو, لا كولور, لاسبي, برشا حاجات اخرى, التصبير, الذوق, اللون, كل هي حاجه نستعملوها. بون ملزو لاندستري اغرو اليمونتير ملزومه باش نستعملها بور لي زافينيتي تكنولوجيك, معناها سينو انت ما تستعملش لي زاديتيف, البرودوي هذاك مش باش ينجم يفسد. ما ينجم, اكزاكتومون, ما ينجمش يفسد. احنا في عصر السرعه وعصر الملبوف ايتو. باهي, علاش يقول القايل التونسي عمره ما يقرا الاتيكيت؟ على خاطر اول حاجه عنده الثقافه الغذائيه معاد مع الاخر, وما فماش توعيه. باه, اون نوفوا جامي دو كومباني دو سنسيبيليزاسيون, كو سوسوا في لي ميديا, كو سوسوا مع عند لي اورغانيزم غوفيرنمونتو ولا نون غوفيرنمونتو, كو سوسوا حتى مع عند الجمعيات وحتى من الاندستري اغرو اليمونتير. معناها تو انت في تونس اون نوفوا جامي, معناها حملات تحسيسيه على لا كومبوزيسيون دي برودوي ولا الحاجه هذيك تضر ولا ما تضرش. هنا نبداوها مثال, فما بعض بعض المحاولات, ونحكيو شويه في الميديا بارفوا ما فماش حاجه بيرتينونت وحاجه اللي دايما ديما. باهي, الاول شنو يرمز بالضبط؟ باهي, الاول شنو يرمز؟ لانه اذا الكل نحطوهم فرد شكار ونقولوا كلهم يضروا, مش كلهم يضروا, هما نستهلكوهم يوميا, راهو احنا نعيشوا بهم, نعيشوا بهم براتيكمون. ما فماش برودوي اغرو اليمونتير والا اندستريال ما فيهش الاو, لا ماجوريتي ما تضرش, اما فما كعبات يضروا, سي لوجيك. باهي, لو او سامحوني, الي توجور سويفي دو تخوا شيفر. باهي, نلقاو مثلا او 160 مثلا, سي ان اكزومبل, كي يبدا الاو ومن بعده ان يرمز, ومن بعده واحد, يرمز للملون لو كولورون. يبدا او بعده دو, ça signifie le conservateur. Le E bas de le 3, antioxydant. E bas de 4, c'est un stabilisant. E bas de 5, c'est un régulateur et correcteur. E bas de 6, c'est un exhausteur de goût. E bas de 9, c'est un édulcorant. Il y a le goût sucré. الغلبيه مش مضره, لكن ما يمنعش انه فما دي زاديتيف كيما قلت لكم هما مضرين برشا, اللي هما كونسيريجين, اللي هما اريتون دو تيوب ديجستيف, معناها يعملوا لنا حساسيه في المسارن نتاعنا, ويعملوا لنا دي الرجي في البوم نتاعنا, في عينينا, كل واحد كيفاش تجي الرجي نتاعو. فما اون دوز جورناليير نورمالمون يحترموها لي اندستريال, معناها فما اون دوز معينه اللي هي الكونسوماتور ينجم يستهلكها. وساعات لي اندستريال شي يعملوا يخبيوا الاو ويحط لك انون تكنيك معقد اللي هو كيما شو اسمه جو سي والله تلقاه اسم هكا طويل وانت ما تفهمش, ديكو تستهلك وكا هوا, يلزمك بالحق وقتها بالتليفون نتاعك وتعمل غوشيخ وتلوش, ولازمك تهز التليفون وتكلم زاد. ديما مصلحه نتاع حرفيه غاديك تسالهم زاد, تقول لهم هذا شنو والا تسال مختصين. صحيح صحيح صحيح, اما باقي ناقصه الثقافه. باقي هذا لو في الخارج مثلا فما ديزابليكاسيون, اي احنا وني ما عندناش. باه, في تونس لا ريغلومونتاسيون كيفاش تصير؟ كيفاش؟ والقايل احنا في تونس الشاي مقنن ولا لا ولا هكاكا وكاهو. باه, استعمال لي زاديتيف مقنن
فما اون ريغلومونطاسيون كلير، فما قوانين، فما دي دوكري، فما دي زاديتيف اوتوريزي، فما دي زاديتيف انتردي، معني ستريكتومون انتردي بار لا لوا في تونس. باش عندنا في تونس عندنا ان اريتي كومان اونتر وزارة الصناعة ووزارة الصحة، تصير فيه تنقيحات ديما وين فما حاجه جديده في عالم التغذيه تصير تنقيحات، هو يحدد القائمه نتاع المضافات. عندنا زاد لو لابوراتوار سنترال داناليز اي دي سي ال سي دي اللي هو تابع لوزاره الصناعه، هذايا معناها الناس اللي تعمل تخرج برودوي وحب تمشي تبيعو كل شيء تمشي تحلل تمشي تحلل غاديك باش تاخذ ترخيص. سينو لي غروند زونساني في تونس عندهم لي لابوراتوار نتاعهم لي لابوراتوار انترن، اذو كوم نورمالمون عندهم لو كونترول ريغولي و اوتو كونترول بطبيعه مع حكايه كونفيونس مع الكونسوماتور و ولا فما اجري يكون معناها اللابوراتوار. اي شنو اخر لازمنا نعرفوه؟ بس سي تو فما نحب النجم نعمل لكم ان فوكس على لي برودوي ترانسفورمي اي اوترا ترانسفورمي. احنا تو في عصر المالبوف، يقول قايل شنو هي لا ديفيرونس انتر لو برودوي ترانسفورمي اي لو برودوي اوترا ترانسفورمي. معناها برودوي ماده ومنتوج تم تحويله والاخر اوترا ترانسفورمي متحول برشا. باه كيما لي اوترا ترانسفورمي هما لي زاليمون كي اون سوبي دي بروسيدي اندستريال دو ترانسفورماسيون، معناها بدلنا البرودوي الاصل نتاع البرودوي برشا. كيفاش زدناه لي برودوي كيميك لي زاديتيف؟ باه واش شنو هما مثلا؟ نعطيكم انا اكزومبل، نعطيكم اكزومبل نتاع دي برودوي اوترا ترانسفورمي. عندك لي شيبس، شيبس فوالا هذا شحال كريم غلاسي، لي بواسون سوكري، الغازوس، باه لي جو، لي جو زاد كل ما هو باه فما لي روبا سورجولي. توا ترو توندونس، توا كي تمشي تدخل سامحني لي ماغازان تلقى الماكلة سيرجولي. شنو تلقاها عند العطار؟ فما مش بيتزات بركة، فما نحبش تسمي ما تلقاها في كل بلاصة. فما مثلا بيتزا اللي تتسخن، فما اللازاني اللي تتسخن في الدار وتاكلها، باهي شاركوتري، كل ما سلامي، سلامي وجامبون وكل هذاك اولترا ترانسفورمي. لي برودوي ترانسفورمي شنو هما؟ هما دي برودوي ا باز دو ماتيير فيجيتال حيوانية والا فيجيتال سامحني نباتية والا انيمال ولا حيوانيه نباتيه ولا حيوانيه ولا حيوانيه اللي هي زدناها جوست يا اما بدلنا الكويسون تاعها طيبناها والا زدناها سكر زدناها شويه حليب وكي مثلا نعطيكم حاجه جاتو في الدار سي ان برودوي ترانسفورمي. علاش؟ خاطر انت العظم كانت عظمانيه انت باش تحطها وباش طيبها باش تولي ترانسفورمي باش تبدلها. بون لو ترانسفورمي ما يضرش، هذا هو اللي حبيت نقول لك. انا نسمع فيك توا سي تو نيسيسيتي، ما نجموش ناكلوا كل حاجه نيا. انت تو تنجمش تاكل كل شيء نيا، سي امبوسيبل امبوسيبل، يلزمك تطيبوا كان لي زويتر ولا حاجه كيما لا فما حاجه تاكل كرو سي لوجيك. اما جوست احنا اون دو فير اتونسيون او برودوي اولترا ترانسفورمي. الكونسي نتاعي جي كونسي اللي هو ايفيتيو ماكسيموم لي برودوي اولترا ترانسفورمي او ماكسيموم سورتو لصغاركم. باهي نرجعوا للي سورس، روتور سورس، نحاولوا ماذا بينا بربي بربي ناكلوا البسيسه، ناكلوا الرب، ناكلوا الدقله، ناكلوا ناكلوا الحاجات نتاعنا. باهي نتفرجوا في لي زونكيت، نقراو، نثقفوا رواحنا، نبحثوا نعملوا ان ايفور كوميم. لو كونسوماتور توا سامحني ولا بخيل برشا، صحيح كل شيء سهل، اوني دون لا فاسيليتي. ما نشريوش حتى شيء من غير اتيكيت. كي تدخل مثلا الابيسري اقل حاجه باش نعطيك اقل حاجه زعفران، كي يحطوا لك في بتي ساشي هذاك مثلا سيل دي ملايا، دي ملايا شفتو ديرنييرمون، يحطوا لك في بتي ساشي ويقول لك لا ما تشريش خاطر انت ما تعرفش السورس نتاعو، ما تعرفش شكون صنعو، ما تنجمش تحمي روحك. انت كان تصير لك مصيبه ما تنجمش تحمي روحك. لازمك ديما تثبت قبل ما تاخذ اي حاجه، اقرا شوف وشوف السورس وين، لا قدر الله قانونا شكون على الاقل تلقى تعرف شكون تعرف منين جاك حاجه اخرى تاك. كي نشريو ان برودوي ناخذ فيه لو مينيموم دو او، اش معناها؟ اي برودوي وكان غازوز ولا جو ولا حاجه بربي كي نلقاو زوج طرات ماذا بيك، ماذا بيك ان برودوي فيه معناه لو مينيموم دو تلقى فيه او على ريغور سا باس دو، اما موش 5 او ولا تلقاها سامحني خمسه سطرات وكل هذاك يفو ايفيتي. واضح. نشكرك برشا، بارك الله فيك حنان. انا مره اخرى خلينا نهار نهارت نهارت الجمعه نعملوا لوسيت. حبيت نعطيكم لوسيت نتاع غوتي للصغار، ميساج غوتي للصغار حاجه سهله. اش حبيت تطيب؟ لا ميساج للصغار ما فيها حتى شيء. شنو؟ نعملوا بيسكوي سالي. باهي 30 ثانيه بر باهي رطل فارينه عظمه.
شويه ملح شويه كركم شويه زيت قطانية شويه زيت زيتون شويه جلجلان حبه حلاوه سينوج بسبس اللي عندكم الكل شويه حشايش زعتر كليل مثلا المورينجا الحشايش اللي عندكم الكل اش تعملوا تاخذوا الفرينه وتحطوا تزيدوها العظمه وتزيدوا عليها تقعدوا تلموها بالزيت قبل هذاك سامحني نحطوا الحبوب اللي عندنا الكل والحشايش اللي عندنا الكل هذاك اي دونك فرينه والعظم والزيت نقعدوا نلموا بيدينا من بعد نلموا بشويه ماء نحلوا عرخامه فين على الاخر سي دان بيسكوي معني بيسكوي سالي كوم سا ينساو كتوك نحلوا عرخامه ناخذوا لي زامبورت بيس نعملوا لي فورم اللي نحبوا عليهم ندخلوا الفور 10 دقائق على 150 درجه وكهو نخرجوه يبرد ونعطيوه غوتيل صغيراتنا صاحبي شفالي حاجه خفيفه ما فيها حتى شيء وحاجه صحيه هذا هو نشكرك برشا حنان مبروك هيك كملت الرسات حذامي بوشيبة تكونوا معكم بعد لحظات وخاص عالم خاص بالنساء ممنوع على الرجال نلقاوه سيد علي في الاخراج الرقمي مش مشكل او كخليه حد وحده في وسط المجموعة الكريمة تحيات احلام كانت معكم في الاخراج التقني نتلقى ان شاء الله غدوة حيفنا استوقيت وإلى أن نلقاكم دمتم في امان الله